حياكم الله من جديد مشاهدينا. يبذل طلابنا على مختلف مراحلهم التعليمية جهود ذهنية وبدنية ونفسية بسبب ما يتعرضون له من ضغوط والتزامات دراسية تحد من حريتهم، مما دعا إلى وجود فترات راحة قصيرة خلال العام الدراسي حتى يلتقط الطلاب أنفاسهم ويستعيدوا نشاطهم. وعن أهمية العطلات القصيرة مشاهدينا وأفضل الطرق للاستفادة من هذه العطلات، دعونا نرحب بضيفتنا التي انضمت لنا بالاستوديو لتحدثنا عن هذا الموضوع، وهي الأستاذة أسماء الزيناتي، استشارية نفسية وتربوية واجتماعية وخبيرة التنمية البشرية. حياك الله معنا. اهلا بك. اهلا بك. اهلا وسهلا دكتورة اسماء، حياك الله معنا في حياتنا، دائما بتفيدينا ما شاء الله في جوانب مختلفة من الحياة. والحين دام انه احنا في هذه الإجازة القصيرة، برأيك ما مدى أهميتها؟ في ناس كثيرين بتجاهلوا انه هذه الإجازة، بيقول لك خلاص هي بغمضة عين حتمر بسرعة، بينما يمكن الواحد ممكن يستفيد منها بشكل كبير، يفيد أبنائه أيضا. ما مدى أهمية مثل هذه العطلات؟ بالظبط زي ما انت قلت كده يا ايمان، اللي الاجازه دي جدا جدا مهمه، سواء كان من الناحيه النفسيه، سواء كان من الناحيه التربويه، سواء كان من الناحيه التعليميه كمان. يعني في فعلا اختلفوا، حتى كان في الاول صراحه كان اراء ان الاجازه دي ملهاش لازمه وكفايه بس اللي هي الاجازه الصيفيه، وايه لازمه العطلات القصيره اللي في اثناء الدراسه دي. ولكن في الاخر صراحه طلعت دراسات اكدت اهميه الاجازه والعطلات الصغيره دي، لانها هي بتعمل استعاده للنشاط، يعني انت عارفه ريفريش كده، استجداد للحيويه والطاقه. صحيح. استجمام، راحه نفسيه، فهي جدا جدا ليها فوائد كتيره قوي، يعني سواء كانت نفسيه سواء كانت تربويه. والمفروض بصراحه اللي سواء كان الامهات او الاباء الاسره يعني، او برضو المعلمات والمعلمين، اللي هم بقى يهيئوا لها من قبل ما تيجي. يعني المشكله اللي هي ساعات بتعدي كده وخلاص ما فيش، لا احنا المفروض ايام الدراسه واحنا بنجد وبنذاكر، اصل احنا هنتعب عشان في اجازه هنروح فيها فسحات كذا وهنروح كذا وهنروح كذا. مسويين برنامج بالظبط، خطه، هو اسبوع كل يوم احنا هنعمل ايه وهنروح ايه، وتبقى متنوعه، ما تبقاش هي برده مش للترفيه فقط تمام كده، لا المفروض تكون شامله، سواء كان الترفيه سواء كان التثقيف سواء كان الوعي النفسي بالذات. يعني كل طالبه لو هي قعدت مع نفسها، هي خلصت فصل دراسي اول، لو عملت قعدت مع نفسها كده وقالت انا من الناحيه التعليميه ايه، هي مش هقولها تذاكري، لا انا صراحه ضد اسبوع واحد تذاكر فيه طبعا خطا، حتى لو كانت اخفقت في الفصل الدراسي ده في ماده او كده، لا بس هي تقعد قاعده مع نفسها تستعيد كده ذهنيا ونفسيا ايه الاخطاء اللي هي وقعت فيها عشان ما تقعش فيها بعد كده. يعني مثلا لو في ماده كده، طب ايه الاخطاء، انا ليه رصبت في الماده دي، ليه فشلت في الماده دي، ليه ما مثلا ما جبتش الدرجه اللي كانت انا عايزه اجيبها، ليه ما تميزتش تمام كده، وتشوف ايه الاخطاء بحيث اللي هي بقى ايه تاخد بالها وتراعيها في الفتره الفصل الدراسي الثاني. بالظبط كده. نفسيا طيب انا تعاملاتي، هو الانسان على فكره يعني من عده جوانب لازم اللي هو يعني يراعي نفسه فيها، مش علميا بس، حتى لو كان طالبات او طلبه علمي يعني، ولكن هي نفسيا كانت حتى مثلا هي مهيئه، كانت فرحانه بهذا الفصل الدراسي ولا كان في مشاكل؟ طب المشاكل دي سببها ايه؟ هل سببها مثلا في مشاكل بينها وبين زميلتها؟ طيب تبقى تشوف هل مهارات التعامل بينها وبين زميلتها، مهارات التعامل بينها وبين المعلمات، هل في مشاكل؟ طب ما انت ممكن تاخد دوره مثلا عن مهارات التواصل تمام كده، تقرا كتاب عن مهارات التواصل وجوجل، يعني في ما شاء الله كتب مجانيه ممكن تحمل. صحيح. كتاب تمام كده، تشوف هي بقى إيه، طيب انا كان ادارتي للوقت كويسه في انا مثلا فشلت ليه، او ما جبتش مثلا الدرجه اللي انا عايزاها ليه، هل كانت ادارتي للوقت مثلا مش كويسه؟ طب ما نشوف مثلا برضو كتاب، نشوف اي حاجه ان شاء الله، لو نقرا مقاله دوره اي شيء يخليني ادير ايه وقتي كويس. نفسيا بقى عايزه اروح عن نفسي، طب ايه هي فنون الاسترخاء؟ ماشي، اروح اتفسح فين؟ ايه الاماكن اللي هي فيها طبيعه وفيها استجمام؟ هل اروح البر؟ هل اروح اسافر مكان معين او بلده معينه؟ مثلا ما شاء الله فينا في المملكه كتير اماكن حلوه، وتحديدا انه الاسر ليهم دور المفروض يكون مره كبير أستاذة. لأن مثلا في كثير مثلا بس يعطلوا أو يكون عندهم إجازات بيجوا على شاشات التلفاز أو أحضان الإنترنت بيفضلوا عليها، يعني لو بياخذوهم على مثل هذه منتجعات بسيطة مثلا في داخل المملكة في تغيير نفسي. صح. صح. يعني قبل كذا رحنا على يمكن انا وانت ايمان على منتجع للمزحميه، يجنن روعه ما شاء الله، من جد جددنا. يعني انا عندي هذه العطله القصيره مثل القيلوله،
اللي أيوة. انا بس اكون تعبانه انام شويه اصحى الشخصيه ثانيه او مختلفه. لكن يمكن مزدورين في حاجه، هي المشكله جت للطلاب ما عدا الاباء والامهات. صحيح. هذه هي المشكله. انه كيف طب الابناء حيعملوا ريلاكس بس هنا ما في للامهات والاباء ريلاكس. احنا بس ممكن ندي معلومه للامهات كده اهميه العطله دي. علميا قال لك اللي سبحان الله في حاجه في العقل اللاواعي محتاجه عشان المعلومات اللي هم خدوها في الفصل الدراسي الاول ده محتاجه ايوه ترسخ في الذاكره. هي الذاكره ثلاث انواع صراحه. نعم. ذاكره قصيره المدى، ذاكره متوسطه المدى، ذاكره طويله المدى. فالدراسات اثبتت ان عشان خاطر المعلومات دي ترسخ في الذاكره طويله المدى وتروح للعقل الواعي لازم لها يكون في فصل. فصل يعني راحه اقل شيء 3 ايام. جميل تمام كده. فالاسبوع ده جدا مهم عشان خاطر نرسخ لهم المعلومات اللي هي خدوها في خلال الفصل الدراسي الاول. فهي مش حاجه بس ترفيهيه او دلع او فقط يعني، لا بالعكس ده هي حاجه اساسيه علمية. للامهات وعلميه للامهات والاباء اللي هم عايزين مستوى الدراسي بتاع اولادهم يكون مرتفع. فهي حاجه جميل. علميه اهو عشان هم يكونوا متفوقين لابد للعقل ياخد راحه عشان يسيستم نفسه وعشان يعني زي ما بيقولوا كده ايه يوزع المعلومات على ملفات العقل. لان اي معلومه على حسب تخصصها. الفيزياء مثلا بتروح على ملف معين في العقل تمام كده، الكيمياء ملف تاني، النحو واللغه العربيه ولغتي ملف تالت وهكذا تمام كده. فعشان يستسلم بقى حتى في غده صنوبريه بتفرز هرمون اسمه هرمون الميلاتونين، ده لازم له من استرخاء عشان الهرمون ده يفرز تمام كده. يبقى لازم في حاجه اسمها استرخاء وفصل بقى. فصل مش كل حاجه علم وحشو زي ما بيقولوا. أيوة أيوة. بقى نحشي لا نسيبها فتره كده عشان خاطر هي بقى توزع المعلومات وتثبتها في الذاكره طويله المدى. طيب المفروض انه يعني يكون للاسره دور ودور مره كبير، يعني تحديدا مثلا اذا عرفوا انه عند اولادهم مثلا اجازه يعني اسبوع انه يكون في برنامج. ما هو دور الاسره في فعلا ترفيه اطفالهم والاستفاده من الاجازه؟ والله هو ليه دور كبير وهو الدور الاهم. يعني معلش هو الطالب ولا الطالبه هيروح ازاي وخصوصا لو بنات يعني هيروحوا ازاي غير مع اهاليهم. فهو ليه دور كبير جدا يعني. ومش عايزين اللي هم لازم يروحوا دوله تانية يعني. طب ما شاء الله ما المملكه هنا فيها اماكن كتير زي ما انت قلتي، والجبيل على فكره رحتها برده جدا جميله، ينبع في اماكن كتير جدا في المملكه. صحيح. حلوه ومزحميه والاماكن دي كلها وقريبه. وان شاء الله حتى هقول لك على حاجه بسيطه، البر يعني البر جميله واي حاجه والاجواء مره رائعه. بس اهم حاجه الحاجة الروحانية والنفسية اللي هي فيها احتواء للأسرة. متاس. يعني اللي هم يخرجوا مع بعض. حلو. مش يعني مثلا جميل قوي للطالبه تروح لصديقاتها وبتاع، بس ده يوم يومين بس، مش كله كده او كله زي ما انت قلتي برضو إيه اللي هو يقعدوا على الهواتف ويقعدوا مثلا يناموا التلفزيون. التلفزيون. يبقى هي دي الاجازه. يا دكتورة ايه بقى التغيير؟ ما فيش تغيير كده. بالعكس يبقى الاجازه دي ممله، يقولك احنا زهقنا. ليه الاجازه دي دكتورة عصمة فعلا انه يعني تكون عائليه وحميميه، يعني ما يكون انه بالزبط. طلبه بس. صح. انه طب تحاول الام تشاركهم، يحاول الاب يشارك حتى لو هم في عندهم شغل وما عندهم اجازه، بس يحاولوا يشاركوا الابناء على الاقل زي ما قلتي ايمان كده. حتى ممكن اللي احنا نعمل ايه، ممكن مثلا انت عارفين في كتب للذكاء كتير جميله في مكتبه جرير يعني ومتنوعه، يجيبوا كتاب كده ويبقى اهم حاجه للاسره كلها. صح. ويشوفوا كده طب نشوف مين اللي هيحل دي. انت عارفه لو نص ساعه والله كافيه يعني لتحسين نفسيه الطفل او الطالب او الطالبه لدرجه 90% يعني. ممتاز. الافضل يعني يعني اهم حاجه حته القعده او الجلسه، يروحوا في مكان شواء، يروحوا مثلا ان شاء الله لو قاعده كده مثلا للذكريات، ايه الاشياء اجمل حاجه حصلت لك في الفصل الدراسي ده. طيب اسوا حاجه ما يجراش حاجه برده، اسوا حاجه حصلت لك في الفصل الدراسي ده عشان نتجنبها او ازاي نحلها. جميل. ونشارك الاخوه. صحيح. والاخوات والاسره كلها. ده حته جدا مهمه نفسيا كده. انا بخليهم يتعلموا مهارات حل المشكلات، مهارات وتواصل تمام كده، مهارات يعني الحنينيه بتاعت الاسره دي في حد ذاتها جدا مهمه. ممتاز. طب دكتوره اسماء، لكن في جانب سلبي بياخذوه كثير من الطلبه والطالبات للاسف. انت ذكرتي فوائد مره مهمه سواء علميه على الصعيد النفسي الاجتماعي كلها مهمه، لكن في جانب سيء جدا بيتخذوه الطلبه والطالبات اللي هو ما قبل الاجازه وما بعد الاجازه، اللي هو الغياب الجماعي اللي بيكون خلاص احنا اتفقنا يوم الثلاثاء او الربوع مثلا اخر يوم دوام، خلاص اتفقنا يومين قبل الاجازه. نفسهم الإجازة. ايوه بيعطوا نفسهم الاجازه يومين قبل الاجازه. صحيح. وبعد الاجازه والله عاد اللي مسافر مثلا يغيب يومين. أيوة. مو مشكله. ايش رايكم كلنا نغيب؟ ايش رايكم كلنا نغيب؟ اسبوعين. صح كده؟ هذا فعلا مزدورين يعني بتصير. انا صارت مع ابني يعني انه خلينا ناخذ هذه الاجازه، هذا التاثير سلبي برضه يعني. صح. هذا جانب سلبي بيتخذوه الابناء تجاه هذه الاجازه. ايش رايكم؟ والله
بتصير في الجامعات، في الجامعات والمدارس وفي كل المراحل التعليميه، مو فقط مثلا الاطفال، تقولي طفل اثر على الثاني. في الجامعه بتصير، لا حتى الكبار نفس الشيء. احنا حنا اتفقنا كلنا مع بعض، لان بيكونوا مسويين جروب مثلا على الواتساب، انه اتفقنا بكره ما احد يجي، وبالتالي الدكتوره اذا دخلت ما لقت احد ما حتعطي، انه ما حتعطي هذه المحاضره او هذا الدرس. فانت هذول الحالات ايش بتقولي لهم؟ لا اقول لهم وحل لهم، معلش هو لازم يكون يعني الدور موزع على ثلاثه. جميل. المعلمة لو كانت في مدرسة، أو الأستاذة الجامعية لو كانت في الجامعة، وطبعا والأسرة يعني تمام كده، الآباء والأمهات والطلبة. أول حاجة احنا مش معقول هنقول للطالبات أو الطلبة ما تروحوش، أو قصدي روحوا وبعد كده يروحوا يلاقوا ما يلاقوا شيء ياخدوه، وده فعلا معلش ساعات بيحصل، انتوا واخدين بالكم. فالمفروض ان المعلمات وأساتذة الجامعة يعني ينقوا أشياء مشوقة ومهمة في نفس الوقت، تمام كده، في آخر يوم. يبقى في نقطة، في حاجة مهمة أو في درس مهم جدا انا هديه في اخر يوم، ما يعني في حد يغيب. مو درس من المنهج ولا غير المنهج؟ ممكن يكون درس من المنهج، وممكن يكون خارج المنهج، ولا هي خلصت المنهج كده كده يعني. نعم. فما تقولش بقى مراجعه، فمراجعه ما احنا خلاص وخدنا الدرجات وامتحنا ومش عارف ايه. أيوة مش هيكون. أيوة. في اهميه. لا انا هقول لكم نقطه جدا مهمه، تمام كده، ما تقولهاش ليه؟ عشان تعمل لهم جانب التشويق. خلاص كده. تاني حاجه، هيكون في حاجات متنوعه، وهيبقى في مفاجاه في اخر يوم، يبقى في برده جانب الايه التشويق، يبقى في حاجات مهمه مش هتقول عليها، بس ذكرت اللي هي مهمه، وفي اشياء متنوعه وفي مفاجات هتكون في اخر يوم او اخر يومين. فده هيخلي الطالبات وفعلا لما يروحوا بقى ولو في حاجات مهمه وفي حاجات مشوقه وفي فعلا معلومات مهمه. هي فعلا دكتوره اسماء، يعني صارت مع ابني اللي هو صف اول جريد 1، انه قالوا له في حفله يوم الخميس، فالخميس هذا خلاص لازم يروح. اخوه غاب عن المدرسه، ما في شيء عنده، قال لي ما عندي شيء. الثاني قال لك خلاص في حفله، فيروح بارتي يعني مصمم يروح. ايوه، وجايبين لهم مهرج وحركات. فتحمس كده خلاص بقى، يبقى رابط ليه اللي هو لازم اروح اخر يوم او اخر يومين، عشان في حاجات جميله وفي حاجات مشوقه وفي حاجات ايه مفيده. يعني طب هو اخر يوم يعني اعتمدوا على التشويق مثلا بوجود حفله مثل ما تفضلت ايمان عن ولدها، وتشوق لك كده. طيب اول يوم دوام دراسي ايش تتبع اسلوب مثلا المدرسه؟ في ايه لما يكون في حفله في بدايه الفصل الدراسي؟ واحنا بس بنعمل حفله في بدايه السنه، بدايه العام؟ لا، بدايه الفصل الدراسي الثاني برده المفروض ان احنا نعمل حفله، نعمل اشياء مشوقه، نعمل مسابقه مثلا. يعني ما فيهاش المسابقه على فكره ممكن تكون متنوعه، يعني ممكن تكون ثقافيه، ممكن تكون تعليميه في الفصل الدراسي الاول، بحيث اللي هم مش يمسكوا الكتاب خلاص امتحنوا ويبقى لا حوله والمعلومات تطلع. يعني اصل في حاجه نفسيه على فكره، الانسان لو هو مهيئ اللي هختبر في ده وانتهينا على كده، ولا هتطلع المعلومات هتتسرب من دماغه، اما لا ممكن اتسال، ممكن تنفعني في مسابقه، ممكن كذا. فدي تهيئه نفسيه بتخليه هو اصلا تتثبت المعلومات دايركت في ايه، في العقل او الذاكره طويله المدى عنده. الحاجات دي تخلي الطلبه فعلا يحبوا التعليم كمان، يعني التعليم يقدم في طرق متنوعه مش طرق تقليديه فقط، لا عن طريق مسابقات، عن طريق حفلات، عن طريق انتوا واخد بالك اشياء كتيره كده، حتى ندخل لهم فيها الحاجات المحبوبه اللي داخله فيها الهوايات بتاعتهم. جميل. كمان كده ايضا في بعض المدارس كمان مجدولين دكتوره اسماء بتدخل النشاط اللامدرسي في الاجازه هذه الاسبوعيه، يعني نشاط بعيدا عن التعليم، حيكون في صفاء للذهن، حيكون في رياضة وتمارين والعاب ومهارات. ايش رايك بمثل هذه النوعيات في الاجازات القصيره تحديدا؟ جدا مهم، جدا مهم صراحه. وندخل فيه بقى، هم يحبوا على فكره الطلبه والطالبات تحليل الشخصيات، ندخل لهم تحليل الشخصيات فيها، كل واحده حابه اللي تعرف شخصيتها ايه، سواء كانت شخصيتها في المذاكره، يعني نربط الحاجات ديت في برضو الحاجات التعليميه. انت شخصيتك ايه في المذاكره؟ ما هي برضو شخصيات. انت شخصيتك ايه في التعامل؟ تمام كده. انت هل شخصيه كاريزما، هل شخصيه كذا؟ حتى في دوره هنعطيها ان شاء الله مجانيه يعني للجميع اونلاين على الكاريزما، وهي مجانية. ممكن برضو انتوا واخد بالك يعني نعمل لهم حاجات ترفيهية، وبرضو نفس الحكاية تنمي الذاكرة بتاعتهم. جميل. والذهن، وفي كتير تمارين كده. الله يعطيكم ألف عافية أستاذة أسماء، شكرا جزيلا لك على النصائح اللي قدمتيها تحديدا لطلابنا وطالباتنا والأسرة، إنه فعلا لها دور مرة كبير.